السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم الفتافة. مرحبا بكم فاميليا في فيديو آخر من الفيديوهات اللي كنقدموا في القناة ديالكم اللي هي قناة مول الفلسفة. الوغ في هذا الفيديو إن شاء الله غيكون كيهم جميع الناس اللي مازال ما عارفينش ومازال دايخين وما عارفين شنو خصهم يحفظوا أو يفهموا في مادة الفلسفة، باش إن شاء الله يوجدوا الامتحان الوطني وكذلك الفرد محروس. دونك جميع الأشياء اللي غادي نذكرها أشياء مهمة، لا عرفتيها إن شاء الله راه غادي يمكن لك تراجع وتحفظ وتفهم يعني جميع الاشياء المطلوبه منك في الامتحان الوطني او الفرد المحروس باش ان شاء الله تجاوب في ماده الفلسفه. دونك الا كنتي اول مره كتشوف هذا الفيديو هذا، تنزل تحت الفيديو تلقى واحد البوطونه حمراء مكتوب فيها اشتراك او صابوني او سبسكرايب، حاول تضغط عليها باش ان شاء الله توصل الفيديوهات ديالنا. وكذلك غتلقى واحد الزر ديال الجرس اللي كيكون بالجانب ديالها، حاول تضغط عليه باش ان شاء الله توصل بجميع الاشعارات او نوتيفيكاسيون او الرسائل الخاصه بالقناه ديالنا. دونك ان فوا غادي لونسي واحد الفيديو غتوصل باشعارات غيقول لك بان هذا الفيديو هذا راه تلاح، دونك باش توصل بجميع الاشياء الجديده في القناه ديالنا. ولا كنتي من المتابعين ديالنا وديما كتحفزنا، حاول تخلي لنا لايك ايجابي باش ان شاء الله يحفزنا ويخلينا نقدموا لكم مزيد من الفيديوهات. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله بغينا نوصلوا ل 1000 لايك باش ان شاء الله يوصل الفيديو لاكبر عدد من التلاميذ المحتاجين مثل هذه الامور هذه. دونك كيف ما قلت لكم هذا الفيديو كيهم جميع الناس اللي ما عارفينش شنو خصهم يوجدوا او خصهم يحفظوا باش يوجدوا الامتحان الوطني او الفرد المحروس في ماده الفلسفه. دونك جميع هذه الامور اللي غادي نعطيكم ان شاء الله راه مهمه بالنسبه لكم باش ان شاء الله تمشيو الامتحان الوطني والفرد المحروس عارفين كل شيء وعارفين شنو المطلوب منكم في ماده الفلسفه وعارفين كيفاش تجاوبوا. دونك كيف ما كنعرفوا بالنسبه للعلميين كيكونوا عندهم اربعه المجزوات، مجزوات الوضع البشري ومجزوات المعرفه ومجزوات السياسه ومجزوات الاخلاق. وكل مجزوه كيكونوا فيها جوج دروس، مثلا مجزوات الوضع البشري عندكم درس الشخص وكذلك درس الغير، وكل درس كيكونوا فيه ثلاثه المحاور. مثلا مجزوات الوضع البشري في درس الشخص كيكونوا ثلاثه المحاور، الشخص والهويه، والمحور الثاني الشخص بوز فيه قيمه، والمحور الثالث الشخص بين الضروره والحريه. دونك جميع الدروس هذه او المحاور اللي عندك خاص تكون عارف فيهم هاد الاشياء اللي غادي نذكر، اللي هما الاشكال يعني المشكل ديال المحور او السؤال المطروح على المحور او القضيه اللي كيعالجها المحور. دونك خاص تكون حافظه او فاهمه او عارفه باش ان شاء الله في الامتحان الوطني الفرد المحروس كتعرف دير التاثير ديالك وكتعرف الاشكال اللي كيعالجوا داك النص او السؤال القوله اللي مطروحه عليك. دونك من بعد الاشكال خاصك تكون عارف المفاهيم الفلسفيه. هاد المفاهيم الفلسفيه شنو هي؟ هاد المفاهيم هي مجموعه من المفاهيم اللي كيعتمد عليها الفيلسوف باش يحاول يجاوب على الاشكال المركزي ديالنا، يعني القضيه اللي او المشكل اللي مطروح في المحور ديالنا. دونك كل فيلسوف كيستعمل مجموعه من المفاهيم الفلسفيه. دونك هاد المفاهيم الفلسفيه خاصك تكون عارفهم. دونك من بعد الاشكال وكذلك المفاهيم الفلسفيه خاصك تكون عارف المواقف الفلسفيه، يعني كل فيلسوف شنو كيقول شنو الموقف اللي كيطرح باش يحاول يعالج لينا المشكل او يجاوب لينا الاشكال المركزي اللي مطروح. دونك دابا قلنا خاص تكون عارف الاشكالات وكذلك المفاهيم الفلسفيه وكذلك المواقف الفلسفيه، ومن بعد خاص تكون ضابط المنهجيه سواء منهجيه النص او السؤال القوله، تكون عارف الخطوات ديالها المقدمه وكذلك العرض والخاتمه، تكون عارف شنو خصك دير في المقدمه وكذلك شنو المطلوب في العرض وكذلك شنو المطلوب في الخاتمه. دونك جميع الامور هذه خصك تكون عارفها. دونك بالنسبه لجميع الامور هذه اللي ذكرتها سواء الاشكالات او المفاهيم الفلسفيه او المواقف الفلسفيه او المنهجيات، غادي ان شاء الله نخلي لكم لي ليان تاعهم يعني الروابط تاع كل حاجه في الديسكريبسيون تاع الفيديو هذا. دونك جميع هاد الامور هادي اللي غادي تحتاجو ان شاء الله راه غادي نوجدها لكم. دونك ما تنساوش لينا لايك، ضروري لايك باش ان شاء الله الا خصتكم شي حاجه نحاولوا نديروها لكم في الفيديوهات القادمه. وبغينا ان شاء الله يوصل هاد الفيديو هذا ل 1000 لايك، وكذلك ما تنساوش بارطاجيو مع الاصدقاء تاعكم، يعني كلما بارطاجيتو راه الفيديو كيشوفو اكبر عدد من التلاميذ وكيوصل لاكبر عدد من التلاميذ. ولا عندكم اي سؤال او تعليق او استفسار خليوه ليا تحت هذا الفيديو هذا في التعليقات باش ان شاء الله نجاوب عليه، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله.